توقف الدراسة ابتداء من الإذن إن شاء الله 16 مارس حتى شهر آخر جا في واحد اللقاء ديال التدابير الاحترازية والوقائية اللي نحاربوا التقليص بين انتشار هذا العدوى ووباء كورونا كوفيد 19 في صفوف المتعلمين. كما جاء في نص البلاغ الأمر يتعلق بجميع المؤسسات التعليمية الوطنية وجميع المستويات من الطفولة المبكرة من رد الأطفال إلى التعليم العالي والوضع التكوين المهني. الأمر يتعلق بمؤسسة تعليمية، مؤسسة التكوين المهني، مؤسسة